نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نخش في أول طبق مع حضراتكم هو طبق الفراخ. عايز أخش في الخلطة الأول صراحة عشان أسيبها تاخد وقتها، لأن طبعا تاخد تسويتها، ولما كمان أجحشي تكون بردت شوية، واللي باقي منها هشربه بالزيادة عشان خاطر أفرشه تحت الفراخ. طب وضح لي معلش الكلمتين اللي انت قلتهم في الآخر دول، تهت منك شوية. لو جينا نعمل الفرسة أو الحشو بتاع الفراخ وهو سخن، مش هيبقى صح إن أنا أحشيها وهي سخنة، فلازم تهدى شوية. فهبدأ بس في تفاصيلها، وناخد حبة نبردهم سنة ونحشي براحتنا، والباقي هنشربه عشان نفرشه تحت الصينية بتاعتها أو تحت الطبق وهو بيتغرف. الفرخة تكون تحتها كده حبة رز بالخلطة اللي طاف. الخلطة بتاعتي فيها الحشو رز، وعندي بسلة، ولو حبينا نحط مكسرات ماشي، ما حبيناش برضو ماشي. وفكرة الكبد والقوانص هعملهم لوحدهم ومشيهم معايا في الخلطة بتاعت الفرشة، يعني مش هحشيها كبد وقوانص، هخليها بس رز بالخلطة بره. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الاول عندنا حلة سخنة ونبدأ نحط فيها حبة زيت مع حبة زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي سنة الزيت ده للرز، وفكرة الرز بتاعنا مصري عادي جدا، وادي الزبدة 1 2 3 مكعبات، نقول مثلا معلقتين برضو زبدة حلوين كده، واسيبهم عندي يسخنوا شوية. لو عايزين نحط اي شيء من الخضروات، بصل، كرفس، كرات، ماشي، انا مش همشيها كده، همشيها ببساطة خالص ما فيهاش اي تفاصيل. هو رز عادي جدا وهشوحه، ولكن ممكن نطعمه بممكن حباية حبهان حلوة كده، فص مستكة زي ما عارفكم شايفين على ايدي اهو، حبيتين حبهان، حابب ورق اتغار، اي ريحة حلوة تديني نفس كويس بس في الخلطة بتاعتي تمام. بنزل كده عليها وعلي النار شوية ونبدأ نشوح الرز واحدة واحدة لحد ما يتشرب. مش محتاج ان منه يطلع منه لون زيادة ولا حاجة، بس كده انت شوية هنا اعلى بس، والمرقة بتاعتي جاهزة هشرب على قد ما انا عايز وتم التمام. طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. مش عارف بس اظفر ايدي قبل ما احط الرز على النار. طيب خلينا نشيل بس حاجة اللحمة دلوقتي عشان انا اللحمة هشتغل بيها كمان شوية على ما الشواية تسخن برضو، واللحمة هنتبلها برضو اي تتبيل نفسنا فيها. بس انا دايما بحب تتبيلة اللحمة المشوية تبقى سيمبل، ما بقاش زيادة على اللزوم عشان ما تبوظش الشوية. يعني ما احطش بصل مبشور كتير، طماطم مبشورة كتير، فبالتالي لما اجي على الشواية هلاقي الحاجات دي كلها هتنزل فهتتحرق، فالموضوع هيبقى مش لطيف. ابص بس كده على الزبدة، بدا خلاص الزبدة والزيت يسخنوا. هنزل عندي بالرز، بسم الله الرحمن الرحيم، وهسيبه عندي يسخن براحته خالص لحد ما يتشوح، وهبدا بقى هشوف انا هحط عليه ايه تاني واحدة واحدة. طيب تعال نخش بقى على الفراخ ونشوف حكايتها ايه، لان الفراخ دي بتتجاب زي ما هي كده ولكن محتاجة حبة تفاصيل. ادي الفرخة زي ما حضراتكم شايفين اهي، حلو، وش وظهر. طيب هنيجي على القطاعة هنشوف. طب قول لي يا شيف معلش قبل ما تكمل اروح للراجل الجزار بتاع الفراخ اقول له يعني يديني ايه؟ هقول له اديني فرخه ولكن شفها لي بالشكل ده. لو حضراتكم حابين تاخدوا سكرين شوت من الشاشه هتبقى واضحه قدام حضراتكم برده، وبحيث ان هي تبقى جاهزه للحشو. باجي عندي ابص زي ما حضراتكم شايفين الطبيعي، ادي الورك مخلي، وادي الصدور ما فيهاش اي عظم خالص، والناحيه الثانيه الجلد ده مش هرميه، انا سايبه النهارده هستغله في الحشو بتاعي فقط لا غير اهو. وادي الفخذ الثاني، تمام. هجيب عندي السكينه وابدا بالراحه كده اعمل ايه؟ تفتيح، بسم الله الرحمن الرحيم كده. شوف بعمل ايه بالراحه اهو كده، مليت الحته الفاضيه دي، شايفين حركه عامله زي دي اهي، مليتها اهي، اتملت، فتح تاني تمام. واجي عندي في الفخذ او الوراك لو بلاقيها شويه تخينه شويه بفكها برضو عشان تبقى سهله معايا في الحشو وكمان تستوي معايا بسرعه اهو. فتحها كده بالراحه يا وش يا وش، ونفس الموضوع الناحية التانية أهو كده عشان تبقى سهلة معايا بس في الفتح. الحاجات دي بسيطة جدا، أي حد يبص بعمل إيه؟ أهو أفتح بالسكينة، وأدي الحتة اللي إحنا قلنا عليها برضو أهي كده، وأنا أوسع كده بسن السكينة أصبح عندي الأمور بقت واضحة. هنا بوسع برضو عندي كده وآخد الحتة دي وأروح حاططها عندي في الحشو ده، شايفين بعمل إيه؟ أهو الفيليه أهو، بص الفيليه بتاعها أهو كده، وراح اعمل كده، اصبح ان احنا ثبتنا الدنيا. بص المنظر بقى عامل ازاي، واجي الملم كده الامور تمام التمام. الدهون دي هنشيلها في الاخر بعد ما نحشي ونظبط امورنا، والاجنحه زي ما هي ثابته والصدور واضحه بكل شيء. طيب قبل ما نخش في اي حاجه طبعا عشان الزفاره، هنتبل الاول بملح وفلفل.
تبل الفراخ الاول ونشيل اي حاجه من الروائح اللي احنا قلقانين منها، اي دهون، فلفل اسود طبعا. لو حبيت احط عندي عود اعشاب بيدي ريحه حلوه معايا في الحشو ماشي، ما حبيتش برده ماشي. ابص بصه على الاخبار عندي هنا، الرز شغال اهو، عايز اديله اي حاجه تانية انا ما عنديش مشاكل، بس انا عايز امشيه زي ما هو بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، بس كده. وهديله عندي البسله، وهجيب عندي معلقه وبهره تبهيره حلوه بسن البهارات مشكله، فين البهارات اهي كده اهو، وسنه قرفه لو حبينا، ما حبيناش برده حسب الرغبه، ادي سنه القرفه وحبه الملح بتوعي. متشكرين، ده بالنسبه لطريقه عمل الرز. هوطى عليه لحد ما يبدا يهدى شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. اهو غطى عليه ونسيبه خالص، يبقى اتبهر بحبه ملح، وطي النار شويه، واتبهر بحبه قرفه وحبه بهارات وسنه زبده وسنه زيت، ومتشكرين. اسيبه يبرد خالص، يطلع معايا بالشكل ده اهو، حبه رز عاديين جدا، ثلاث ارباع تسويه. تمام تمام، هنكون مجهزين عندنا الدباره. الدباره بتاعت المطبخ معروفه، اي محل فيه ادوات منزليه او حاجات بتتباع للمطبخ هتلاقي عنده الدباره النوع ده اهي، هي الخامه دي لو حضراتكم شايفينها اهي، دي بتبقى بتاعه اكل فقط لا غير. في ناس بتجيب البلاستيك، بس البلاستيك دي انا بشوفها ما بتبقاش حلوه، ممكن تنفع في الصيد اكتر، ولكن ما بتنفعش في الاكل، لان درجه الحراره لو شويت او سلقت او دخلت ممكن عادي جدا تتفك مننا بسهوله، وده بالصح، حتى هتوه مني مش هعرف اشيلها في النهايه. طيب بصوا انا عملت ايه بقى هنا، الموضوع بسيط، هاجي اروح عامل القطاعه كده، خدتوا بالكم؟ عكستها عشان هلف باتجاه ده، هلف من الجناح ده للجناح ده، مش هلف من هنا لان انا مظبط اموري. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا الحشو، وما نحطش حشو كتير، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شوف بعمل ايه، وببدا اقفل كده بكل بساطه اهو، حبه حشو مش كتير عشان اقفل براحتي وما تقعش مني. طب عايز احط خضار ماشي، جزرايه ماشي، كوسايه ماشي، حابب احط عندي توم برده ماشي، اي حاجه نفسنا فيها في حشو الفراخ يمشي اهو. لحد كده احنا زي الفل. قبل ما نزفر ايدينا بقى نجهز الدباره. الدباره ببدا اخد الكميه اللي انا عايزها، واخد بالي ما نزلهاش على الارض، انا مش بحب حد يعمل الدباره وتبقى واقعه منه تحت، لا الصح تبقى قدام عينينا، وناخد اللي احنا عايزينه ولما تخلص نزود. قبل اي حاجه عشان بس تكون ايدينا نظيفه هنعمل اللضمه دي اهي كده، ادي واحده ادي اتنين جوه، الثالثه من هنا، واقفل اهو. تمام، العقله دي اهي اهو كده اهو كده، احنا جاهزين، واسيبها قدام عيني عشان ابقى ماسكها من ابدا اشتغل، وابدا الملم حاجتي واحده واحده اهو كده اهو كده اهو، ونروح وروح اعملها كده. حلو الكلام، وانضف كده اي شوائب زياده او اي حاجه طالعه قدامي. تمام، واجي اروح جايب عندي الدباره وعامل كده من تحت الفرخه، وابدا ادخل دي في دي اهو، وابدا اعدي الدباره لحد كده احنا تمام. نرجع الدباره تاني على القطاعه عشان بس ما تقعش على الارض زي ما اتفقنا، وابدا اشد شده حلوه كده، امس يعني تمسك في بعضيها كده شويه، بص اهو، واروح معديها تاني اهو، واجي بالراحه كده بايدي اروح اعمل كده. شوف بعمل ايه اهو، بعدي من تحت كده اهو، واروح اعمل كده تاني كده اهو كده، وابدا واحده واحده اهو كده، خلاص بقى انا مسكت الدنيا، وابدا ايه اقرص بقى براحتي واحده واحده عشان هي مفتوحه من تحت، فانا بقفل دلوقتي بحرص عشان برضو ايه اظبط اموري. شبيهه شويه للحمام الكذاب، ولكن دي فراخ محشيه اهو، بص بعمل ازاي، بقرص عليها وبالروح اهو كده، واجي اعمل كده تاني وارجع تاني اهو، كاني بتعمل عرق روستو ولكن في فرخه اهو كده اهو، بالراحه اهو كده، وارجع تاني في الفراغات اللي ما بين كل واحده وواحده اهو، اجمع تاني بقى ايه حاجاتي.
كده اهو، اصبح ان انا في النهايه في حته اهي اضربها في حته. بص بقى الحشو لما قفلنا عليه كويس، شايفين المنظر اهو. هاجي بقى دي اقفلها في اي واحده من دول، مفيش مشكله خلاص، مش محتاج منها اي حاجه اهو. كده اهو، كده اهو، متشكرين، خدت بالكم اهو، خلاص كده الحكايه خلصت. طيب احنا حشينا مظبوط، تبلنا صح، كل الامور تمام. عندنا تو اوبشن في التسويات، حابين نمشيها على كده وندخلها في صينيه رستو زي ما هي، هتاخد معايا مثلا ساعه الا ربع ساعه في التسويه. حابين ننجز الوقت ونعرف نعمل ده، فنقفلها بورق زبده ورق ليمون ونحطها في حله ميه بتغلي 10 ربع ساعه وبعد كده تساعدني شويه في التسويه، ممكن نعمل كده. انا بس بحب اقول ده واقول ده. طيب لو هنحطها في ورق ليمون، نحطها في ورق ليمون على طول يا شيف ولا يبقى في قلق شويه؟ هقول لك انا كده كده مش محتاج مرقه، ففكرتي ورق الالومنيوم انا هحميها ان شاء الله. بص المنظر اهي، الفرخه ماسكه في ايدي اهي، بعمل كده اهو اهو، واجي اروح اعمل كده واروح قافلها كده اهو، كده 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 كده، وجاي اقفل هنا كده وجاي اقفل كده كده، احنا تمام التمام. طيب ورقه الالومنيوم واروح عامل كده وجاي قافل بقى بالعكس عشان ده كله يتقفل اهو. واروح عامل كده وقافل كده وزائق زقه، وعامل كده وقافل كده وزائق زقه اهي، شايفين الزقه اللي قصدي عليها دي كده اهو، كده احنا تمام التمام. وراح قافل كده وجايب عندي حله فيها ميه بتغلي اهي زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا اروح طاقت عندي الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تمام، سيبها قد ايه؟ كل الوقت اللي هنسيبه هنا ربع ساعة هيوفر معايا تسوية، نص ساعة هيوفر التسوية، ولكن مش صح ان احنا نقفر في التسوية السلق. طب نعمل ايه يا شيف؟ هنسيبها زي ما هي كده، نديها ربعاية تلتاية بالكتير، فنستفيد بالشنطة الأولى أو بالتشوك الأولاني، وبعد كده هنبدأ نظبط بقى فكرة تكون خلاص هنفكها ونبدأ ندخلها في الفرن من أول وجديد بقى، تاخد لون وتكمل بقية تسويتها في قلب الصينية في الفرن. نلم حاجتنا ونخش على بعض. هنا زي ما حضراتكم شايفين القوانص نزلت لوحدها الأول، بصوا منظر القوانص في سن الزيت شويه اهو. طب وبعدين ولا قبل ايه؟ هنجيب عندنا الكبد الفراخ قطعها سلايز بالشكل ده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اقلبهم مع بعض اهو، سحب الزيت بس يبقى جوسي معايا شويه، عايزهم مفلفلين مش ناشفين اهو بالشكل ده كده، احنا زي الفل. سيبهم سيكه، هنعمل لهم خلطه حلوه على السريع عشان نعمل لها زي طشه. طب الطشه دي تيجي ازاي يا شيف؟ والله ولا اي شيء، بوله فاضيه، معلقة تومة، أنا أحب أدي في الكبد أي كبد تاتش حار كده سبايسي لطيف يدي نفس، وأجي هنا عندي معلقة كزبرة، نص معلقة كزبرة، سنة كمونة، سنة شطة، حبة ملحة بسيط، حلوة ملحة دي ماشي. وأجي هنا أفندم، طب هنطلع فاصل سريعا وبعد الفاصل نواصل، اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. زي ما حضراتكم شايفين طلعنا فاصل سريع طبعا عشان فخامه سياده الرئيس ربنا يديله الصحه ويحفظه ويرجعوا لنا يا رب ان شاء الله سالم غانم. زياره مهمه جدا للدوله الشقيقه الكويت، حسن الضيافه ده بيشرفنا كلنا طبعا، وربنا يا رب يحفظ رئيسنا ويرجعه بالسلامه يا رب. طيب كنا بنتكلم على ايه قبل الفاصل سريعا؟ كنا هنعمل طشه للكبده ولكن وقفنا وانا ما عملتهاش الصراحه. سريعا هنرجع تاني. زي ما حضراتكم شايفين الطاسه زي ما هي، شوحنا الاول القوانص ونزلنا بعديها بالكبد، دي تسويه حاجه ودي تسويه حاجه. هنا اللبن ده انا سايبه يدفى شويه، ده بتاع ام علي. هرجع بقى دلوقتي ازود الطشه بس شويه كده واخليها تاخد طعم وريحه الكبد ونقفلها. يلا زي ما احنا اهو زي ما هي كده اهو، انزل بس زي ما لو انتم فاكرين فص الثوم، حبه البهار اللطيف، قرن فلفل لو حبينا، حاجه كده تحس ان هي اسكندراني. بص المنظر عامل ازاي اهو، وبحط عند الطشة دي في النهاية عشان خاطر استفيد واستطعم بطعمها كده وما احسش ان الدنيا ايه بقت غامقة مني بقت مش عارف ايه. لا طيب الحلة دي كده وحبة الرز، بص حلة الرز اللي عملناها مع حضراتكم اهي، ريحة البهار بتتكلم، ريحة البسلة رائعة اه. واجي اعمل كده اهوي حاجتي، حبة الرز معمولين بكل بساطة. هنا بقى الكبد تنزل بقى، انا ارص الكبد براحتي، شوف الكبد عاملة ازاي بقى بالخلطة بتاعتها، كأن كبدة اسكندراني ولكن دي كبد وقوانص اهو.
داير ما يدور كده، بص بتاعها كمان حاجه تتاكل، مش حس بقى ان انا اقفل منها لاني لا زفره لا مش حلوه، عايز احط عندي مكسرات وبرده ماشي، ايه المشكله؟ بصل محمر مش هيقولي لا، ولكن ممكن افرك كده يدي نفس حلو ولون مختلف غير اللي انا عملته في الشعريه اهو. كل الحاجات دي كلها عندنا في البيت ما فيهاش اي تفاصيل. وسع الطبق ده عشان نجيب اللي بعده. انا شايف ام علي كده بتقول لي يعني كتر خيرك ما نزودش علي كده، عشان ايه؟ انا احب لونها يكون واضح قدامي وكل حاجه تبقى واضحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. اه تبقى جنبنا كده بس، ايه شايفين المنظر عامل ازاي؟ ولا اي شيء. نبص بس بقى ايه على الفراخ، ما شاء الله تمام التمام. نطلع ادي الفراخ المحشيه، سيبها بقى دي مش هقدر اغرفها دلوقتي، دي لازما تهدى شويه عشان سخونيتها دي ممكن تفرول مني. بص المنظر عامل ازاي، اهي واخده اللون بالزبده اللي حطيناها لو فاكرينها. اه حبه فلفل اسود هتقطع بس تهدى شويه، ما ينفعش اقطعها دلوقتي عشان هي بس التسويه. بص عامله ازاي، اهي التسويه باينه جدا كل حاجه، عظم باين كل حاجه اهو. سيبها بس كده خمسه على ما اطلع اخر فاصل مع حضراتكم، نرجع تكون هديت نقطعها ونشوف الدنيا فيها ايه بعد الفاصل. اتفضلوا. بس ناقص الصراحه الفراخ، عايز اوريها لحضراتكم لان احنا اشتغلنا فيها كويس وعملنا فيها مجهود كبير جدا، فلازم نشوف النتيجه مع بعض، يبقى عارفين برضو ايه اللي حصل، اللي يعني تفاصيل مهمه جدا بالنسبه لي. بس انا عايز اقف عند حته، انا بالنسبه لي النهارده للامانه الفراخ هتبقى حلوه باذن الله بدون مبالغه يعني، بس الرز يا جماعه ما حدش يعديه صدقوني، نفس الطريقه مش تخسروا حاجه. حبه رز شوحناهم في معلقه سمنه بمعلقه زيت، اديناهم حبه قرفه، حبه ورق غار، فص مستكه، بحبه بهارات، اتشربوا، حبه بسله نزلوا عليهم متشكرين، خلاص عملنا القصه دي خلاص خلصناها. طيب الكبد والقوانص اتشوحوا بتتبيله الكبد الاسكندراني، فتخيلوا معايا الطعم عامل ازاي، وترش على الوش، عندي حبه بصل محمرين نزلتهم برضو، اكل معلقه الرز فعلا كلمه الخلطه اللي بتتكتب في الكتاب، الكبد والقوانص والبصل المحمر والمكسرات والرز الطعم اللي مستوي كويس، هي دي الخلطه بالنسبه لي. طبعا اعمل ده بقى مع ديك رومي ماشي، مع فخده بتلو ماشي، مع خروف ماشي، مع فرخه روستو ماشي، المقصود فكرتها مهمه جدا. طيب هاجي بقى هنا بعد ما اسيب الفراخ دي تطلع زي ما حضراتكم شايفين اهو، هديت خالص او سيبها تهدى شويه، لسه ما هديتش الصراحه، بس لازم عشان اقفل الحلقه اتكلم على طول على اللي بيحصل. واجي اقطع مطرح بص يا فندم، شايفين مطرح الدباره لما قصقصناها هنا في حاجات اهي، دي مطرح التقطيع. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف كده اهو، شوف المنظر عامل ازاي جوه. تاني اهو، شوف اهو، هنعمل ايه بقى؟ بص تسويه الفراخ عامل ازاي من جوه، فاكرين الحشو اهو، الريحه احلى من شكلها والله، فاكرين بص المنظر عامل ازاي، ادي حته الفراخ اهي، اجي اروح عاملها كده اهو كهيد، وابدا اروح جايب عندي السلايز، بص السلايز واحده بواحده اهي، تتصور تحط في كتاب، ده حضرتك في البيت هتعمل احسن مني 100 مره اهو. الحشو قليل، البسله موجوده، حاجتك تمام التمام، وابدا ارص بالشكل ده اهو، سلايز سلايز كل حاجه لوحدها، واللون المحمر يا فندم واللون الحلو، بص مثلا دي كبيره شويه اخدها كده اهو بالراحه، وانا بقطع عشان سخنه لسه، شايفين المنظر عامل ازاي اهو. للامانه في واحده في الفرن، ناخدها بالمره معانا عشان ايه، حرام برضو اهي، صوره برضو تطلع معانا هتدي شكل حلو، اكيد هتعمل عزومه مش على فرخه واحده انا عارف، بس برضو احب اكون واضح. بص المنظر خلاص خلصانه، واخده الفرشه زي ما اتفقنا وكل حاجه، هاجي بصنعه لطافه الدباره دي المقص، طبعا سخنه انا عارف مش هستحمل ولا الوقت ده كله هينجزنا، انا هنغرفها، ولكن انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه، عايز افك الدباره وعايز اقطعها واكمل الطبق.
ولكن لو حكمت كده هروح اعمل كده. بص بعمل ايه اهو، كده كده ومسك بالعرض، شايفين بعمل ايه اهو، تمام التمام، واروح عامل كده. ادي فرخه كامله محشيه مخليه روستو بالشكل ده، وادي لما بتتقطع شكلها هيبقى عامل ازاي. ولا كلمه، خلاص بص الجزء اللي نازل منها حاجه كده تفتح النفس وبالهنا والشفا. دي فرختين تقدر تعملهم عزومه قمر، فراخ محشيه وعلى مزاج جدا بالهنا والشفا لحضراتكم.